بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم بالدرس 15 من دروس يوز أونلاين مقدمة من قبل فريق أسوس، معكم خلدون يلداني. ضمن هذا الدرس نحن هنحل أسئلة دورات خاصة بالمطابقات التربيعية والتكعيبية وأيضا بالقوى. هنشوف التمرين الأول اللي جاي بدورة يوز 2003. إذا كان عندنا x مربع ناقص 2x زائد 4 ضرب x مربع ناقص 4 على x مكعب زائد 8. لاحظوا انه هاد مطابقة تربيعية وهاد مطابقة تربيعية وهاد مطابقة تكعيبية. هلا بال x مربع ناقص 2x زائد 4 ما فيني ساوي فيها شيء ابدا، فخليها مثل ما هي، لا فيني حللها بشكل مباشر ولا فيني ارجع على مطابقة تربيعية. بالنسبة لل x مربع ناقص 4 هي مطابقة تربيعية، x ناقص 2 ب x زائد 2. اما الاكس مكعب زائد 8، ال 8 هي 2 اس 3، فبتصير مطابقه تكعيبيه، يعني بتصير اكس زائد 2 باكس مربع ناقص 2 اكس زائد 4. هلا بتروح الاكس مربع هي مع هي هذا القوس مع هذا القوس، والاكس زائد 2 بتروح مع الاكس زائد 2، بيصفى معنا الجواب اكس ناقص 2. دورة 2004، اذا كان عندنا سي دي ناقص 1 على القوس تربيع ناقص سي ناقص دي على القوس تربيع على دي مربع ناقص 1 ضرب سي ناقص 1 يساوي 5. اوجد قيمة سي. مبدئيا نحن نفرط البسط، يعني نطبق المطابقة التربيعية. المطابقة التربيعية بتقول مربع الاول يعني سي مربع دي مربع ناقص ضعفي الاول بالتاني يعني ناقص 2 سي دي زائد مربع التاني يعني زائد 1 ناقص، وهي كمان حافرطها بتصير سي مربع ناقص 2 سي دي زائد دي مربع. هلا بصير معنا في ناقص 2 سي دي، بهالناقص هي بتصير زائد 2 سي دي، وهون في عنا ناقص 2 سي دي، فبيروحوا السي دي مع السي دي، بيصفى معنا فقط سي دي مربع بدي مربع سي مربع بدي مربع زائد 1 ناقص سي مربع ناقص دي مربع. بالمقام مبدئيا حنخليه مثل ما هو. هلا حطلع السي مربع عامل مشترك من هذا الحد وايضا من هذا الحد، فبيصفى معنا دي مربع ناقص 1 ناقص، حطلعها عامل مشترك من الحدين الصافيانين اللي هن دي مربع والواحد، فطلع ناقص عامل مشترك بيصفى معنا دي مربع ناقص 1. لاحظوا انه صار في قوس مشترك عندنا، هو دي مربع ناقص 1 هون ودي مربع ناقص 1 هون، فبطلع دي مربع ناقص 1 ايضا عامل مشترك بيصفى معنا دي مربع ناقص 1 بسي مربع ناقص 1 على دي مربع ناقص 1 بسي ناقص 1. هلا بيروح هاد مع هاد، السي مربع ناقص 1 فيني اكتبها سي زائد 1 بسي ناقص 1، مزبوط؟ بتروح سي ناقص 1 مع سي ناقص 1، بيصفى معنا سي زائد 1 يساوي 5، بنقول للطرف الثاني فبتكون قيمة سي 4. طبعا الخمسة من وين جبناها؟ بالمعطى عطينا اياها بالفرع. مثال اخر، اذا كان عندنا اكس مربع ناقص اكس ناقص 12 ضرب اكس مربع زائد اكس ناقص 12 ايضا على اكس مربع ناقص اكس ناقص 6 باكس مربع زائد اكس ناقص 6. هلا البسط لاحظوا انه فينا نحن نحلله بشكل مباشر باستخدام تحليل مباشر. بدي ادور على العددين، جداؤه ناقص 12 وفرقه ناقص 1، هن الناقص 4 والناقص 3 مثل ما انتم شايفين، بصير معنا اكس ناقص 4 واكس زائد 3. هلا بدي ادور على العددين، جداؤه ناقص 12 وفرقه زائد 1، فهالمره بصير زائد 4 ناقص 3. بدي ادور على عددين جداؤهم ناقص 6 وفرقهم ناقص 1، هن ناقص 3 وزائد 2. وايضا بدي ادور على عددين جداؤهم ناقص 6 وفرقهم زائد 1، هن ناقص 2 وزائد 3. طبعا هلا بتروح الاكس زائد 3 مع الاكس زائد 3، والاكس زائد 4 ما بتروح، غلط. اكس ناقص 3 بتروح مع الاكس ناقص 3. شو بيروح كمان؟ ما بيروح شيء ثاني، فبضرب الاكس ناقص 4 باكس زائد 4 بصير اكس مربع ناقص 16 على اكس زائد 2 باكس ناقص 2 بصير اكس مربع ناقص 4 حسب المطابقه التربيعيه اللي هي فرق مربعي حدين. دورة ال 2006، اذا كان عندنا اكس ناقص 1 على اكس يساوي 3، اوجد 3 اكس مربع زائد 3 على اكس مربع. الحل اني طلع ال 3 بالفرض عامل مشترك. هلا حنشوف
شو الآلية. إذا اللي حساوي أني أنا مبدئيا حربع هذا الفرض اللي عطينا إياه، فمربع الأول x مربع ناقص ضعفي الأول بالتاني، الأول بالتاني هو x بواحد على x، يعني بتروح ال x مع ال x بيصفى معنا فقط ناقص 2، زائد مربع التاني اللي هو واحد على x بيصير واحد على x مربع. وما ننسى دائما أنه نربع الطرف التاني بيصير معنا 9. هلا بنقول ناقص 2 لهذا الطرف بيصير معنا x مربع زائد 1 على x مربع يساوي ال 11. بس هو شو بده؟ بده 3 x مربع زائد 3 على x مربع، فبضرب المعادله كلها هي ب 3، فبصير معنا هون 3، بصير معنا هون 3، وبصير معنا هون 33، فالجواب بيكون 33. دورة 2006 بتقول 0.75 مربع ناقص 0.75 ضرب 0.5 ناقص 0.25 مربع، أوجد قيمة هذا التعبير أو اختزله قدر الإمكان. الحل مبدئيا لاحظوا أنه لو جيت أنا حطيت الحد الثاني هذا قربتهم عند هذا الحد، تمام، وخليت الحد الثالث اللي هون الثاني ساويته التالي، ف 0.75 مربع ناقص 0.25 مربع هي الاول زائد الثاني بالاول ناقص الثاني حسب المطابقه التربيعيه، الاول زائد الثاني 1، الاول ناقص الثاني 0.5 ناقص هاد اللي هو 0.75 ضرب 0.5. هلا بطلع 0.5 عامل مشترك بيصفى معنا 1 ناقص 0.75 يعني 0.25، بضربها ب 0.5 بيطلع معنا الجواب 0.125 او 125 بالالف. دورة 2007 اذا كان عندنا 5 ب a زائد 3 مربع ناقص 10 ب a ب a زائد 3 زائد 5 ب a مربع على 5، اختزل هذا التركيب قدر الامكان. هلا منلاحظ انه نحن فينا نطلع الخمسة عامل مشترك من البسط، فبصير معنا 5 ب a زائد 3 مربع ناقص بدل 10 بصير 2، لانه طلعنا الخمسة عامل مشترك ب a ب a زائد 3 زائد a مربع. اذا اعتبرنا ال a زائد 3 هو كله الاول واعتبرنا ال a هو الثاني، فمنلاحظ انه مربع الاول ناقص ضعفي الاول بالثاني زائد مربع الثاني. هلا الخمسة هي بتروح مع الخمسة، اوكي، بصير معنا a زائد 3 ناقص a وعلى القوس كله تربيع، تمام، يعني بتروح ال a مع ال a بيصفى معنا 3 مربع، الجواب بيكون 9. دورة 2007 ايضا اذا كان عندي 9.2 زائد 4.2 على القوس تربيع ناقص 4 ب 9.2 ب 4.2. طبعا هي لاحظوا انه مطابقة تربيعية، هي A زائد B ناقص 4 ب A ب B، يعني فيني اكتبها A ناقص B مربع مباشرة، تمام. شو هو ال A؟ هو 9.2 وال B هو 4.2، فصار معنا 9 ناقص 2 9.2 ناقص 4.2 على القوس تربيع، فبصير معنا الجواب 5 مربع ويساوي 25. مثال او دورة لدورة 2008 اذا كان عندنا a مكعب ناقص b مكعب على a زائد b مربع ناقص ab، اختزل هذا التركيب. لاحظوا انه البسط مطابقة تكعيبية، فبصير معنا a ناقص b ب a مربع زائد ab زائد b مربع، المقام حافرطه يعني حقول مربع الاول زائد ضعفي الاول بالتاني زائد مربع التاني، يعني a مربع زائد 2ab زائد b مربع ناقص ab. هلا زائد 2ab وناقص ال ab بتصير زائد ab، فبيروح حاد مع كل المقام بيصفى الجواب عنا فقط a ناقص b. دورة 2008 اذا كان عندي x زائد y يساوي 6 و x ضرب y يساوي 8، اوجد x مكعب زائد y مكعب. طبعا مثل ما قلنا الحل واضح وسهل، ال x مكعب زائد y مكعب هي x زائد y مكعب ناقص 3xy ب x زائد y. هلا هذا فينا نعتبره قانون، تمام، هو استنتاج بس فينا نعتبره قانون، من وين اجى ما بيهمك، خلص احفظه حطه على الورقه اللي على جنب، ورقه القانون، ورقه القوانين اللي عندك وساويها قانون. فبصير معنا x زائد y انا معي اياها 6، 6 مكعب 216 ناقص 3 ب x ب y، x ب y هي 8 و
x زائد y هي 6، فبيطلع معنا الجواب آخر شيء 72. دورة 2009، إذا كان عندي a زائد b يساوي 1 على 6، أوجد a ناقص b على القوس تربيع زائد ab على 3a مكعب زائد 3b مكعب. الحل حأفرط البسط، يعني حطبق المطابقة التربيعية، a مربع بتصير ناقص 2ab زائد b مربع حسب المطابقة التربيعية زائد ab. حطلع 3 من المقام عامل مشترك، حطلع 3 اذا عامل مشترك، بتصير 3 ب a مكعب زائد b مكعب. هلا هون بصير عندنا مطابقة تكعيبية اللي هي a زائد b ب a مربع ناقص ab زائد b مربع، والبسط بتروح ناقص 2ab مع زائد ab بصفى فقط ناقص ab، فبيروح هاد مع هاد بصفى معنا 1 على 3 ب a زائد b. بس انا ال a زائد b معياها 1 على 6، فبعوضها 1 على 6، 3 بتروح مع ال 6 بصفى معنا 2، يعني 1 على 1 على 2، يعني الجواب بيكون عنا 2. دورة 2010، إذا كان عنا A مكعب زائد B مكعب على A ناقص B مربع زائد AB ضرب A ناقص B على A مربع ناقص B مربع. أيضا تلاحظوا أنه كل الأمثلة هي عبارة عن تطبيق قوانين، البسط هو مطابقة تكعيبية، فبكتبوا A زائد B ب A مربع ناقص AB زائد B مربع. المقام حأفرطه، فمباشرة أنت كونك كتير حال التمارين بيبين معك مباشرة أنه هو A مربع ناقص 2 ناقص AB زائد B مربع، وهون الـ AB بتضل مثل ما هي، هون هي فرق مربعي حدين، يعني A ناقص B ب A زائد B. هلا الـ A ناقص B بتروح مع الـ A ناقص B، الـ A زائد B بتروح مع الـ A زائد B، وهذا القوس كله بيروح مع هذا المقام، فلاحظوا أن الجواب بيضل عنا 1. هلا حنبلش بدورات القوى. إذا كان عندنا 3 أس إكس زائد 3 أس إكس زائد 3 أس إكس على 3 أس إكس ضرب 3 أس إكس ضرب 3 أس إكس يساوي 1 على 27، أوجد قيمة الـ X. هي دورة 2005، الحل كتير سهل. قال 3 أس إكس زائد 3 أس إكس زائد 3 أس إكس فعليا هي 3 ضرب 3 أس إكس. بتروح 3 أس إكس مع 3 أس إكس، تمام؟ بصفى معنا 3 أس إكس ضرب 3 أس إكس، يعني هي 3 أس 2 إكس. 3 أس 2 إكس بيجي بضربها بالواحد، وال 27 بضربها بال 3. بصير معنا هو ما اختزل بالمناسبة مثل ما كنتم شايفين، هو طلع معه 3 أس إكس زائد 4 ضرب 3 أس 3 إكس. بس نحن حنكمل بطريقتنا مثل ما قلنا، هون صار معنا 3 أس إكس ضرب 3 أس إكس هي 3 أس 2 إكس لأنه ضربتها بالواحد. ال 27 لازم تكونوا كلياتكم حافظينها، هي 3 أس 3، 3 أس 3 ضرب 3 بتصير 3 أس 4. لاحظوا إنه الأسس نفسها معناتها عفوا الأساسات نفسها معناتها الأسس نفسها، يعني 2 إكس يساوي 4، بالتالي قيمة الإكس بتكون عندنا 2. دورة 2005، إذا كان عندنا 2 أس ناقص 4 ضرب 2 أس 5 زائد 2 أس 6، حاول تختزل هذا التركيب قدر الإمكان، ما عندي شيء غير إني أنا فوت هاي القوة لهون ولهون، حنشوف شو بصير. 2 أس 4 ضرب 2 أس 5 فعليا هي 2 أس 4 ناقص 4 زائد 5 يعني 2 أس 1، و 2 أس ناقص 4 ب 2 أس 6 يعني هي 2 أس ناقص 4 زائد 6 يعني 2 أس 2، 2 أس 2 4 زائد 2 جواب 6. دورة 2006، إذا كان عندنا x لا يساوي الصفر وعندنا 4 ضرب x أس a على x أس b زائد 1 على القوس تربيع ضرب x أس b على 2 ب x أس ناقص ب x أس a ناقص 1 أيضا على القوس تربيع، شو ناتج هذا التعبير الرياضي؟ حوزع التربيع لهون حوزعه أيضا لهون، بصير معنا 16 أس x 16 ب x أس 2a. المقام بيصير الاثنين بضربها بهذا الأس، فبتصير 2b زائد 2. أيضا هون التربيع حوزعه، ف2 ضرب b بتصير x أس 2b، وأيضا هون حوزعه 2 أس 2 4، وحأضربه بالأس هاد اللي هو 2a ناقص 2. هلا ال 16 مع ال 4 بتروح، بصفى بدالها 4 مثل ما كنتم شايفين 4. هون x أس 2a ناقص 2b ناقص 2، تمام؟ ليكا أو هو بالأحرى البيات سواهم مع بعض، تمام؟ والآيات سواهم مع بعض، يعني بيصير معنا x أس 2b
ناقص 2b ناقص 2، بتروح 2b مع 2b بصير معنا x اس ناقص 2. هلأ هون x اس 2a ناقص 2a زائد 2، فبصير معنا x اس 2 ضرب x اس ناقص 2 بتروح هي مع هي، بصير الجواب آخر شيء 4. دورة 2007، إذا كان عندنا 2 أس 24 ضرب 3 أس 44 ناقص 3 أس 22 على 6 أس 22 ب 3 أس 11 زائد 1 ب 3 أس 11 ناقص 1. الواضح إني أنا حطلع 3 أس 22 عامل مشترك من هون، تعالوا نشوف. إذا حنطلع 3 أس 22 عامل مشترك، فبيصفى عندي هون 3 أس 22 ناقص 1. هلا 3 أس 11 زائد 1 ب 3 أس 11 ناقص 1 هي 3 أس 22 ناقص 1، يعني الأول بالثاني، الأول زائد الثاني ضرب الأول ناقص الثاني هو مربع الأول ناقص مربع الثاني. مربع 3 أس 11 هي 3 أس 22 ومربع الواحد 1. الستة حساويها 3 أس 22 ضرب 2 أس 22. هلا 3 أس 22 بتروح مع 3 أس 22 وهذا القوس بيروح مع هذا القوس، بيصفى معنا 2 أس 24 على 2 أس 22 يعني 2 أس 24 ناقص 22 يعني 2 أس 2 يعني 4. دورة 2007، إذا كان عندنا 5 أس إكس زائد 1 يساوي 10 أس إكس، أوجد قيمة 4 أس إكس ضرب 5 أس 1 على إكس. الحل الخمسة أس إكس زائد 1 يساوي 10 أس إكس، حفر فطة ح الخمسة أس إكس زائد 1 حساوية 5 أس إكس ضرب 5، والعشرة أس إكس حساوية 5 أس إكس ضرب 2 أس إكس، فبتروح الخمسة أس إكس مع الخمسة أس إكس بيصفى معنا 2 أس إكس يساوي الخمسة. بالتالي إذا جذرت الطرفين أو قسمت الأس أس الطرفين قسمته على إكس، يعني بتصير هون 2 أس 1 ب 5 أس 1 على إكس. تمام، هي بالجذور حنفهمها أكثر، يعني هي الفكرة حتى لو ما فهمتها هلا حط عندها خط وبتفهمها أكثر إن شاء الله بالجذور. على كل يعني إذا كان عندي 2 أس إكس يساوي 5، فأنا فيني أكتب 2 تساوي 5 أس 1 على قوة الاثنين، يعني 1 على إكس، هي اسمها جذر. طيب هو شو بده؟ هو بده 4 أس إكس ضرب 5 أس 1 على إكس، 5 أس 1 على إكس طلعت معناه 2، فحعوض 2. ال 4 أس إكس هي 2 أس 2 أس إكس، يعني 2 أس إكس أس 2، و 2 أس إكس طلعت معنا 5، يعني 5 أس 2، 5 أس 2 25 ضرب 2 بيطلع معنا قيمة الجواب 5. دورة 2007، إذا كان عندنا A ناقص 2 B يساوي 4، وأيضا A 2 أس A على 4 أس 2 B يساوي 64، أوجد قيمة ال B. الحل هون الأربعة هي 2 أس 2 أس 2 بي يعني 2 أس 4 بي، وعندي بالبسط 2 أس A يعني 2 أس A ناقص 4 بي مثل ما كنا شايفين. ال 64 هي 2 أس 6 مثل ما قلنا، ما ننسى أنه نحفظ قوى الاثنين. هلا معناتها صار عندنا A ناقص 4 بي يساوي 6، هي المعادلة الأولى. أيضا عندي المعادلة الثانية هي A ناقص 2 بي يساوي 4، وعندي A ناقص 4 B يساوي 6، هي استنتجتها استنتاج. شو بده هو؟ بده قيمة ال B، فيفترض أني أطرح المعادلتين، فبصير معنا ناقص 4 B زائد 2 B يعني ناقص 2 B يساوي 2، بالتالي ال B ناقص B يساوي الواحد، يعني ال B تساوي قيمتها الناقص 1. هيك بيكون انتهى درسنا هذا اليوم، بتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء.